وانا عايز اوجه بصراحه كام رساله كده بخصوص المباراه الاولى. يعني عايز يعني احنا نرتفع كلنا كمقدمي برامج وكمتابعين وكجماهير وكلعيبه وكمسؤولين لمسؤوليه المنتخب ده اولا، مش بس على الاداء يا كابتن. يعني لو انا عندي كلمه من شانها فعلا، انا في لعيب مش مقتنع بيه بيقدم 40% بس من اللي انا منتظره منه، انا عايز ال 40 دلوقتي، انا مش عايز غير ال 40. مش مصلحتي خالص ان انا اخليه يدي 10 او 20 بكلام انا عايز اقوله اهمد اللعيبه بيه وخلاص. فدي اول حاجه. ولكن تاني حاجه انا عايز اوجه رساله للعيبه، العلاقه يا كابتن بتاعه التشجيع والدعم وما الى ذلك علاقه ليها طرفين مش طرف واحد. يعني الجهه المشجع والمشجع، اللعيب اللي بيتشجع، ما تطلبش ابدا من الجماهير ان هي تصبر على لقطات كتير زي اللي حصلت في زي الجونين. مش هنتكلم في لقطات كتير، يعني في لقطات كتيره جدا هجوميا كان فيها اهمال في الكوره، لعيبه ما بتقرصش جامد في الكوره الثانيه، لعيبه ما بتحطش رجلها، في كل اللي هتكلم عنه ده بخلاف مصطفى محمد. يعني مصطفى محمد هو الاستثناء الوحيد في الماتش بتاع موزمبيق. ولكن الجونين يا كابتن لا، علامات استفهام لا حصر له في الجونين، مش على مستوى الاداء بس. يعني مش على طبعا انا هكلم فنيا معاك كمان بالنسبه للتشكيل، بالنسبه للتغييرات مهم جدا قدامنا طبعا احصائيه مباراه مصر وموزمبيق. يعني خلينا نكلم الارقام، ساعات ما بتعكس المستوى الحقيقي للمباراه. مصر الاستحواذ 61%، التصويبات 21 تصويبه ما بينهم خمسه ما بين القائم والعارضه، رقم كبير من التصويبات. لكن كمان الاكتيف والحاجات المؤثره كانت كتير. قليله جدا، ركنيات 7-2، فرص مؤكده 2 بس لمصر، كذلك 2 لموزمبيق، اهدار الفرص 1 لمفيش، تمريرات بنتكلم في 518 لمصر و283 لموزمبيق، عرضيات 73 عرضيه. متاكدين من الرقم ده يا جماعه؟ 73 عرضيه. انا ما استبعدش انه يطلع صحيح فعلا. يعني 73 عرضيه. فاكر منهم اي واحده انت؟ انا مش فاكر ولا واحده. هي بتاعت حمدي وجايه غلط. يعني بتاعت حمدي بتاع الجون الاول اللي عملها بكعبه يا دوبك راحت. يعني برضو رقم كبير جدا جدا جدا، 73%، انا اسف 73%. عرضيات منهم طبعا لموزمبيق 53%، المراوغات 53% منهم لمصر 15 صحيح. الارقام بتعكس بس استاتيك معين، وممكن من خلاله نعرف بعض النقاط الفنيه للمباراه. لكن كنت بتكلمني على حالات بعينها، يعني الهدف الاول مثلا، هدف الأول تحلله إزاي؟ هل يعني هل جزئية عدم الضغط دي كانت موجودة تقريبا في نص الملعب، لكن لما بتيجي عند التلت الأخير خلاص ده بقى عملية إجبارية إنك لازم تضغط، ما حصلش ضغط، كوميونيكيشن ما بين حجازي وعبد المنعم هل مفقود؟ هل كان من الأصلح إن فتوح بدل حمدي؟ هل كان من الأصلح إن نلعب بإمام عاشور من الأول بدل حمدي فتحي؟ كلها دي أسئلة بتدار حتى حوالين الهدف الاول. الهدف الاول في جميع عناصر خطا المنظومه الدفاعيه، يعني في فقدان كره سهل قدام، بعد كده في تاخير كبير على ما الكره وصلت للوينج، تاخير في الضغط كله، بعد كده خلاص في الموقف المباشر ان في خطر، في اثنين موجودين. يعني انا مش بلوم في فيتوريا ده، يعني في اثنين موجودين، في لعيب خط النص اللي هو حمدي فتحي موجود هنا، ومحمد حمدي بيقابل، يعني لا ده متاخر ولا ده متاخر، هو على الصوره 2-1 بالظبط. ولكن ان ده ما يروحش، وان التاني، مع احترامي الشديد انا بحب حمدي فتحي وكل الناس عارفه قيمه حمدي فتحي الفنيه، بس في حاجات بتقول لك ان الدماغ مش مركزه. صحيح. فكره انه يرجع وبينه وبين منطقه الجزاء يا كابتن 3 4 يارده مينيمم وحاطط ايده ورا ظهره، معناه ان هو على الاقل في مشكله، في مشكله مش مركز، ما ممكن تكون مشكله رطوبه، مشكله جو. انا عارف وحضرتك اكيد ادرى مني بكل الاجواء دي، ولكن مفيش مبرر لبعض اللقطات ان صح. انا ما اروحش اضغط، انا ممكن اكلمه رحل ارجع خش انت اضغط هسد وراك اي حاجه، لكن ان الاثنين ما يضغطوش والاوفر يتلعب لواحد بين الاثنين اللي متمركزين، مفيش مشكله في تمركز عبد المنعم وحجازي بالنسبه له المان بتاعه عبد المنعم في الوقت ده، بس مفيش حد ينط من وراك بالشكل ده يا كابتن ويطلع يركب الكوره، لا ده ضاغط ولا ده قاطع بالناحيه الثانيه. موقف سهل جدا، انا افهم ده ان ده كريستيانو رونالدو مثلا، يعني افهم ده لو ده كريستيانو رونالدو اللي هو الجامب لوحده خلاص هيحطك في مأزق يعني، لكن ده مش كريستيانو رونالدو، ده لعيب معلش درجه ثالثه او درجه رابعه في افريقيا. انا مش بستهتر بالمنتخب، بس هو من اضعف منتخبات القاره، حتى وهو بيجاريك وبيلعب عليك هو ما عملش غير كورتين، يعني ككور خطيره، الكورتين بتوع الشوط الاول بتوع الشوط الثاني اللي هما الهدفين. فانا مش شايف بصراحه ده كله، كل ده فيه اسئله كتير. محمد حمدي ما بيروحش ليه؟
ليه الاربع والخمس خطوات؟ ليه الباك بيرفع مستريح خالص؟ ليه الباك بيرفع مستريح؟ يعني ايه اللي مديك الانطباع ان انت ان ده الكواليتي بتاعته قليله؟ بالك نقطه عدم الضغط دي للاسف كانت موجوده في مساحات الملعب كله. بالظبط. انا ممكن اتفاهم شويه لو في التلت الهجومي ما فيش ضغط فبتعمل ديلي شويه، لكن لما بتخش وسط الملعب بتاعك او التلت التاني وما بيكونش ضغط، دي مشكله كبيره. لكن لما تخش التلت خلاص الموقف المباشر ده اسمه الضغط المباشر، اللي هو الاكشن بتاعك، انت مش محتاج ان المدرب يقول لك اضغط. يعني في المواضيع زي ديت انا بتفق معاك ان في ده قرارات لعيبه، وان ما ينفعش ان انت يبقى الراجل بيرفع الكره بسهوله وما فيش ضغط عليه ولا من حمدي فتحي ولا من محمد حمدي. طب الكوميونيكيشن، هل حجازي مش جاهز للبطوله؟ ده كمان سؤال مطروح. هل ياسر ابراهيم ما كانش موجود في القائمه النهائيه لكن استدعى بسبب اصابه اسامه جلال، لكن هل شايف ان كانت الافضل ان اتنين على طول بيلعبوا مع بعض وعاملين شكل جيد جدا مع النادي الاهلي ان هم يكونوا موجودين في مباراه زي دي؟ انا بشوف بالنسبه للسؤال الاول حجازي ليه مكان طبعا، وحجازي أكيد. حجازي من اهم اللعيبه وقائد في خط الدفاع طبعاً. ومحتاجه، بس يعني هو الراجل، انا مش عايز والله ان نطلع نشعب المسائل، بس هو هل الراجل ده بيختار بالجاهزيه ولا بتختار بال 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 بالكفاءه العامه ان ليك رجالتك؟ وانا بفهم دي وبفهم دي، بس انت يعني المعيار مش ثابت. حجازي مش جاهز من قبل البطوله مع اتحاد جده، وفي مشكله كبيره انك تلعب حجازي في ال 20 وال 30. محمد عبد المنعم اللي لعب جنب حجازي في 2021 مختلف تماما عن محمد عبد المنعم دلوقتي. محمد عبد المنعم يعني بقى لهم ثلاث سنين ما بيلعبوش جنب بعض تقريبا من ماتش توجو، انا اخر ماتش اتذكره ليهم كثنائيه توجو كان ونش وحجازي او توجو والعوي، يعني بعدين ونش اتعور حصلت مشاكل ان الاثنين جالهم صليبي، فعبد المنعم لعب لوحده جنب باك ثاني دايما معاه، الاثنين اتصابوا مده مش قليله الونش وحجازي، فعبد المنعم نفسه اختلف. عبد المنعم بقى لعيب بيقدر يحط الكره في رجله ويطلع، يعني مثلا ابراهيم سعيد لما كان بيلعب بيغطي ورا الناس وسريع وكل حاجه، بس انت محتاج مع ابراهيم سعيد مدافع يقف، مدافع تاني يفضل واقف، صحيح، عشان هو عنده فتلاقي بيزيد. احمد السيد تلاقي لعيبه مش ما هو موجود هنا، فانت ما ينفعش تلعب، معلش لو هتلعب لعيب يقف زي احمد حجازي يغطي عبد المنعم، محتاج لعيب معلش اجهز بدنيا واسرع وستايل لعبه اصلا في عز ما هو متفوق بدنيا. حجازي مش اللعيب اللي بيجري لك دايما في ال 20 وال 30 متر بعرض الملعب. حجازي كمان عنده مشكله بدنيه من ساعه العوده من اتحاد جده، موجود في القائمه، وانا بتفهم ان في لعيبه نسقها يرتفع مع البطوله، ولكن انا شايف البدء بحجازي في المقعد الاساسي ما كانش سليم. انا شايف انه كان حد تاني في المكان ده، مكان النني مع احترامي الشديد. نص الملعب كان برضه في علامات استفهام. ايا يكن اختلافنا واتفقنا على قيمه محمد النني ككل حاجه طبعًا. ما ينفعش لعيب يلعب 8 سنين في ارسنال ويبقى لعيب قليل، تمام؟ ايا يكن، ولكن مش تشكيك في قدرات النني خالص والله، بس بتتكلم على انا بحترمه يعني وبحترمه كلاعب. المباراه عامله ايه وعايز ايه من المباراه يعني. هل محمد النني لاعب خط نص يستطيع اللعب دون تغطيه من لعيب دستروير جامد؟ لا، في احسن حالاته. صحيح، في احسن حالات النني انت محتاج مروان عطيه وراه، محتاج طارق حامد وراه، انت محتاج ده ليه؟ النني بيعمل لك دور الريشه اللي هو ايه، اخد دي وانقل صح اجري الريتم، بس النني مش هيجري لك برده في ال10 وال15 وال20 وال30 المساحات بالعرض مش بتاعت النني. يعني هي المساحه الكبيره اللي بياخدها مثلا مروان او كان طارق حامد، مساحه التغطيه اللي بالعرض ديت، وحتى على مستوى السرعات على مستوى المنافسه واحد على واحد برده احنا بنتكلم في احسن حالات النني ما كانش بتاعته. النني كان مميزاته باسير كويس بالزبط. ممكن جدا يزيد كمان، لا ويديك الريتم، يديك الريتم، هو احسن لاعب في مصر، احسن لاعب مصري يقدر يديك يمسكك الكره ويديك الريتم. النقل بقى بالعرض، النقل لتحت، ده اللي بيعمله في ارسنال، ده اللي بيعمله في ارسنال بقاله 6-7 سنين، ان لما بينزل بيخلي ارسنال يمسك كوره. هل معناه ان عنده كل حاجه عن تطوير الاداء الهجومي؟ مش احسن واحد بيعمل ده ولا في مصر ولا بره، بس هو يمكن يكون احسن لعيب مصري وانت حميه. صحيح. حميه بشكل كامل، مخلي الكوره في رجله سهله، لكن انت لما تحط النني كل شويه في سؤال ان اتنين بيضغطوا عليه ويجروا منه ويجروا وراه، النني في احسن حالاته مش هينجح في ده. ده حقيقي. ما تخلوش كمان وهو ما بيلعبش ومش جاهز، وده لاعب اخر 7-8 شهور حوالي 200 دقيقه او 300 دقيقه، تنزله كمان اساسي وتفرضه على يعني لا احميه عشان تطلع احسن ما عنده. فانا كنت شايف ان مقعد النني فيه مشكله، مقعد حجازي الاساسي فيه مشكله. طيب جزئيه اتكررت شويه منتخب مصر اعتقد كمان مع كروش، هو دخول محمد صلاح في وسط الملعب وبدل ما يكون جناح. شفت الحته دي ازاي؟ انا شايفها ان هو بيعمل تريكه شويه، ان عايز يرفع الضغط على محمد صلاح من حيث الضغط عليه او المراقبه،
وبالتالي دخل محمد صلاح في نص الملعب، فزادت الحته ديت، بقت المراقبه اكتر، ما فيش مساحات لمحمد صلاح. تحليلك ايه للجزئيه ديت وعدم تعديلها سريعا في المباراه؟ يعني انا بشوف ان محمد صلاح ايه جوهره يمكن استخدامها باكتر من ايه من سياق. محمد صلاح ممكن في الماتش ده ما كانش ايه انجح حاجه، يعني غير الجاهزيه والفوقان وما الى ذلك، في قرارات محمد صلاح ما كانش بيحط، يعني الفكره اللي مظبوط ما يحطش رجله ما يروحش، بغض النظر انا مش عايز ابرر ده باي شكل، لا احنا مش هناخدها ان هو خايف على رجله، لكن مش عايز اقول كده، طبيعي جدا محمد ولكن صلاح مستواه ما كانش كويس. مسؤوليتك كمدرب في الوقت ده، ودي رسالتي بقى الثالثه لروي فيتوريا، مسؤوليتك كمدرب انك تطلع من ده احسن حاجه دلوقتي. لو كان بالنسبه لك افضل شيء دلوقتي انه يقف على دايره السنتر ويرمي ثرو باس زي اللي عمله مصطفى محمد الهايل في الشوط في الدقيقه 15 او من 15 ل 20، ومصطفى راح وداس وكان هيجيب تمام، بس ما تخليش محمد صلاح يظهر لي في 8 9 لقطات على الخط برضه ويفشل في ال 8 9. ما حد فيكم لازم النقد يروح لحد فيكم، يا صلاح يا انت، يا صلاح يا فيتوري. مزبوط. خلاص هو فشل في كل المواقف تقريبا، الواحد الوحيد اللي كان بياخدها على الخط. تمام، انت هتقعده في نص الملعب او هتمسكه كرة، فعلا هتخف الرقابه على الجناح وعلى راس الحربه، بس انت في نفس الوقت كنت معفيه تماما من كل الادوار الدفاعيه، فالملعب فاضي. أنا